السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وأهلا. يا أهلا وسهلا بك خويا. الله يبارك فيك، الله يكبر بيك، والله يجزيك بخير، وربنا يصيب ربي عز وجل يخليك دائما نشط. حفظك الله. ويخلي قلبك والكبدة ديالك والذات ديالك ونكونوا سالمين. أكرمك الله، أكرمك الله خويا. باش كنستافدوا لا يخطك علينا ولا لا يخطك علينا ولا يخطك علينا. الله يكثر خيرك خويا. الله يطول عمرك نعاودوا سيدي حاج. أشكرك والتحية لك والتحية لجميع المستمعين. غير عندي واحد جوج الأسئلة أستاذ الله يرضي عليك. يا مرحبا. وهو ما معنى حب الوطن؟ نعم. هو واحد. نعم. وهذاك الإنسان اللي كيزرع الفتنة بين الناس. نعم. شنو هو الجزاء ديالو؟ نعم. الله يجزيك بخير، هادو هما جوج الأسئلة ديال الله يرضي عليك، ركز لينا عليهم، راه هادو مهمين. الله يستر عليك، وبغيت سيدي ربي عز وجل يسر امرك، وبغيت الله عز وجل بغيتك تدعي لي مع شي ولاد ولاد المسلمين الله يهديهم. اللهم امين يا رب. والتحيه طيبه لولدي ايوب، الله يربحه الله يرضي عليه، الله يرضي عليهم كلهم. البارح الحمد لله راه جاب النتيجه ديالو ديال الحمد لله تخرج تبارك الله، نجح الحمد لله. الحمد لله اللهم بارك ديال لا جونيور ولا انجينيور مهندس تبارك الله، ولا انجينيور مهندس فهادشي ديال الاعلاميات تبارك الله. اللهم بارك. انا سيدي ربي عز وجل ينجح جميع اولاد المسلمين اجمعين، من اللهم امين، ولاد الامه جميعا. الله يجعل ربي يسر لكاع اللي في شي ظروف قاهره، الله يجعل ربي يسر امره ويسر امر العباد. اللهم امين اخويا، شكرا لك سي عزيزي، وحياك الله، وهنيئا لابنك. الحمد لله التربيه الحسنه والمال الحلال والوالدين المهديين يكونوا الاولاد مرضيين، والنتيجه كتكون دائما وابدا نتيجه كبيره جدا ومرضيه. فهنيئا لك سي عزيزي بابنك، وبارك الله فيه وزاده الله من مدده. اخونا سي عزيزي اشار الى قضيه ما معنى حب الوطن. الوطن هو واحد الكيان اللي هو له مقامه الرفيع في قلوب الانسان، حتى جاء في الحديث المتداول على الألسنة حب الأوطان من الأديان. ملي كنحب الدين راه متلازمة أحب الوطن، حيت في هذا الوطن سوف نعيش معا سويا، فيه سوف نبني أسر ونبني مجتمعات، وسوف نعمل من أجل عيش رغيد وأمن مستقر. فالوطن يجمعنا جميعا، حتى منهم من قال وطنوا أنفسكم، وطنوا أنفسكم، هذا جاء في الحديث، وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء الناس أن تحسنوا. وطنوا قيل بأنها من حب الوطن، من الوطنية. الوطنية أنك تعتز بأرضك، تعتز بشعبك، تعتز بنظامك السياسي الذي يحكم، تعتز بالانتماء إلى جذورك التاريخية. ولكن هذا كله لا يمنع أنك إذا رأيت هناك خلل تقوم بالإصلاح وتقوم بالتوجيه، لكن مع الحفاظ على بيضة الوطن وعلى توابت الوطن. احنا الحمد لله كنموذج في المغرب ونموذج يحسد عليه. المغرب هو من أكثر دول العالم قدما في التاريخ، الحمد لله تقريبا 13 قرن ممتدة. هناك دول بقى مازال يالله ولات جديدة، منهم من يقول لقيطة وأسحب هذه الكلمة، ولكن بالنسبة للمغرب هو قديم وعريق جذوره في القدم. عندنا تاريخ مجيد، وعندنا صفحات مشرقة، وعندنا مكتسبات، وعندنا الحمد لله كل ما يحق لنا أن نفتخر به. لكن هذا كله لا يمنع أننا إذا وجدنا هناك خلل، وجدنا هناك نقصان هنا أو هناك، لابد أن نستعد ونتعاون من أجل الإصلاح ومن أجل التوجيه. وحتى إذا كان هناك نقد يكون نقدا بناء، ليس النقد الذي يهدم، النقد الذي يبني ولا يهدم، النقد الذي يجمع ولا يفرق، النقد الذي يرحم ولا يعذب.
ربما السياق اللي قال فيه الكلام سي عزيزي هذه القضية أترها، لأن احنا عشنا هذه الأيام حتى في لعبة كرة القدم. كرة القدم اللي هي مجرد لعبة لابد أن يكون فيها أريحية والقبول بالنصر والهزيمة. رأينا شبابا صاروا يقومون بأعمال شغب خبيثة، يكسرون، يدمرون، يحرقون. حتى سمعنا أن هناك من توفي، شاب بريء توفي على إثر أحداث الشغب. هل هذا حب للوطن؟ هل هذا حب لكرة القدم؟ هذا لابد أن نقف جميعا ونتساءل ما هي الأسباب. كان قديما أحد المفكرين المغاربة محمد الحبابي رحمه الله تعالى كان ينتقد السياسة التعليمية. قال السياسة التعليمية غادي نبيغا غتخرج لنا واحد مجموعة ديال الشباب والتلاميذ شكلهم هكذا، فيهم شغب، فيهم تمرد، وفيهم عناد. وهذا ما نلاحظه بين الفينة والأخرى في بعض هذه المظاهر. نحن في أمس الحاجة إلى أن نحب الوطن وأن نحترم الوطن وأن نعز الوطن، لأنه ملكنا، لأنه إرثنا. آباؤنا وأجدادنا نضلوا ودافعوا وضحوا بالغالي والنفيس من أجل استقلاله، وعلينا نحن أيضا أن نضحي بالغالي والنفيس حتى نحافظ على أمنه وسلامته ورونقه وجماله وتقدمه، لكي نقدمه بدورنا لأبنائنا ولأحفادنا. فهذا واحد الدور لابد أن نقوم به جميعا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.